هذا على الهواء. لا أصير أبو عمار. أبو عمار ما يصير، شوف لنا صرفه معه. انا ما دريت يعني لنا ساعه هنا جالسين ما مسكت معه يشيل شيله الا الان يوم قلت لي تفضل. لا الحقيقه شغل يا ابو حسين انت. الحقيقه جت على بالي كذا موال كذا، ولا توقعت اننا دخلنا على الهواء، قلت خل بقولها الموال معلش. يعني انت قلت تقول موال بمزاجك كذا لا بالسياره حتى ما بعد سلمنا على المشاهدين وما بعد سلمنا على لا نسلم عليهم يستاهلون. سلم ترى الاخوان في الكنترول زعلانين والله والله يقولون 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 يسوي ضغط 50 مره. لا لا خلاص بشم لا بشم مين واذكر يوم إيه. تو شباب يسوي على اصبع على اصبع يلا ايه ياكل تمر والله ما جاب خبرنا ولا فكر فينا والله. كم سوى 50 مره الضغط هذا اول واحد والله ما اقدر ها اسوي ولا قاعد. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج الأجاويد. أنا الحقيقة يعني لما قرب وقال لي أبو عمر تفضل أبو محسن، يعني هذه عبارته دائم تفضل أبو محسن إيه لا تفضل أبو محسن كذا مختصرة وكذا ما أنا بعرف ال يوم قال تفضل أبو محسن سنه قايل تفضل يا الحصيني رفع الشيلة الصوت هسير كذا. أنتم شو رأيكم أنتم؟ هل هو مناسب ولا المفروض إنه يصبر شوي ثم ينطلق؟ تفضل أبو علي. تعال أبو علي الله يسعدك يرفع قدرك يبيض وجهك في الدنيا والآخرة. يا مرحبا يا مسهلا يا هلا يا هلا يا هلا الله يجزاك خير أبو معاذ ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الاحترام المتبادل بين الناس مطلب. كيف حالك؟ وعلى فكرة مثل هالأشياء البسيطة يعني جاء ابو علي ابو معاذ قام وجلسه مكانه معاذ انتم تخيلوا اسف يعني الاحترام فعلا الاحترام بيننا متبادل يا ابو ايه. محسن وهذا كله من فضل الله ثم فضلك انت علمتنا التبادل والاحترام والتقدير فهذه تعليمات صحيح يعني انت ترى ابو محمد ابو محمد الله يحفظك أنت ترى نعم أنه يعني من باب جمال الحوار أيوة والحديث في المجالس يا سلام أن ينصت البعض للآخر ولا لا؟ أيوة صح طبق هالكلام نعم طبق هالكلام وأنا ما طبقتها لا أنا قاعد أتكلم وأنت تدخل علينا أيوة والله ما يصير مني أبو أنت ناوي تكمل الحلقة اليوم ولا تروح لا لا خلاص أبى أطبقها أنا مشكلة قلت لك شيء أيوة جو هاجموني قالوا وراك عليه وراك عليه ليه انت ولا يقولون ايش سويت انا عشان ما بيني وبينك الا محبه يا ابو وانت ما يدرون ما يدرون يقول وراهم يتهاوشون لا وهالايام يقول لي واحد احد والله يعني قال والله يا انا ولد خاله اعتبر قال والله يا ولد خالي والله يعني والله اني بفزع معك واني قلت الله يسر لا يصير بينهم دخل في الموضوع فيقول له ولده يقول له يقول لا يا ابوي تراها مزح قال لا ما هي كلها مزح بالحلال ايش فيك انت كلها مزح في ناس يدقون على حقوق الانسان عليك الله يستر متعاطفين معك الله يستر لا تقول الا خير الله يستر الله يسعدكم جميعا ويسيكم بالخير